أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد. إعدام. التسعة إعدام. تم تنفيذ حكم الإعدام اليوم في قتلة المستشار هشام بركات. النهاردة بعد سنين طويلة، بعد إجراءات محاكمة طويلة، بعد نقد لأحكام، بعد الإعادة من النقد، تم تنفيذ الحكم في هؤلاء القتلة. وتستطيع أن تقول بضمير مرتاح، طالما أن محكمة النقض قد أيدت هذه الأحكام، أننا نطبق القانون. أننا نطبق القانون. وتستطيع أن تقول بصوت مرتفع وكلك عدل وإنصاف، لأن هناك قضاة حكموا بعد محاكمات بدرجات تقاضي أن هؤلاء يستحقون الإعدام وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وفقا لقانون العقوبات بعد كفالة حق الدفاع، والآن نفذ حكم الإعدام. هو قرر يعني ينهي حياة هشام بركات في لحظات. احنا قعدنا 4 سنين عشان ناخد حقنا، قعدنا 4 سنين في محاكم عشان ناخد حقنا. ما تسمعوش لأي حد، ما تسمعوش غير للقضاء المصري، ما تسمعوش غير للقضاء المصريين. في قاضي ما عندوش رئيس غير ربنا، هو اللي حكم، وقاضي تاني نقض حكمه وأصبح الحكم نهائي وبات ونفذ الحكم. خلونا نشوف الإخوان عملوا إيه عشان يعملوا لنا نوع من أنواع البلبلة. مشوا في اتجاهين. الاتجاه الأول سرقت صفحة ابنة المستشار هشام بركات، المستشارة مروة بركات، وحاولوا إن هم يحطوا عليها بعض الكلمات أو بعض العبارات عشان يعمل بلبلة. بقى إحنا عندنا خناقة جوه، يعني هم مش قادرين يعرفوا إن إحنا عقيدتنا كره هذه الجماعة، عقيدتنا إن إحنا في حرب حقيقية ضدهم. ما الكلام ده مش هيودي ولا يجيب معانا. وحاجه كمان، منظمه العفو الدوليه طلعت تقول لك اصل عقوبه الاعدام، انت دلوقتي فايقين لعقوبه الاعدام، واللي حصل في جوانتانامو كان ايه؟ مفيش اي حاجه من دي هتاثر. نادي القضاه ادان هذه المحاوله لسرقه صفحه المستشاره مروه بركات، وهي ايضا خرجت بفيديو قالت فيه كل ارائها، وكمان يعني نجل الشهيد هشام بركات ايضا خرج في تصريح رسمي بيقول فيه هذا الكلام المكتوب على الصفحة كان مسروقا. خلونا نشوف جزء من اعترافات المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام عن حق، ونرجع مع حضراتكم. ورحنا منطقة سكننا بالعام في مصر الجديدة، نزلنا هو درسنا المنطقة وشفنا المنطقة كويس، وبلغت خالد باللي شفناه، فقال لي خلاص هننفذ العملية بعربية مفخخة. دكتور يحيى موسى واسم الحركي خالد كلفني ان انا اشتغل معاه في العمليات النوعية، وكلفني ان انا احضر دورة عن تصنيع متفجرات، وكلفني ان انا اشتري عربيات، وكنت العربيات بشتريها عن طريق بطايق مفقودة باخدها من مكتب البريد، وكان بيبعت لي الفلوس عن طريق واحد اخواني اسمه احمد. ومن ضمن العربيات اللي اشتريتها كانت عربية اشتريتها من سوق السيارات، عربية سبرانزا. ويحيى موسى فهمني العربية دي هنشتريها عشان هنفجر بيها موكب النائب العام. سافرت الشرقية وجهزت المواد عن طريق اخواني اسمه صاء، طحنت المواد اللي جبتها عشان اجهز بيها العبوة في مزرعة في مركز هي في الشرقية. كان معايا بيطحن معايا واحد اسمه اسامة اسم الحركة بتاعه. نقلت المواد بعد ما طحنتها في شنط لشقة في الشيخ زايد، كان جاب لي اشترى لي في الوقت ده هشام الاسم الحركي اسمه الحقيقي ابو القاسم الازهري، اشترى لي برميل حوالي 60 كيلو، برميل بلاستيك. جهزت المواد خلطتها كويس وضفتها في البرميل، وجهزت العبوة. كلمت يحيى موسى بعدها قلت له احنا جاهزين، وجهزت العبوة. قال لي خلاص التنفيذ يوم 28 يونيو. اخدت الخريطة جوجل ايرث اللي بعتها لي الدكتور يحيى موسى، ونزلت انا والمجموعة بتاعتي على المنطقة اللي ساكن فيها النائب العام، وقعدنا هناك اسبوعين رصدنا الخدمات المتواجدة عند البيت والمداخل والمخارج للشوارع والمنطقة المحيطة بالبيت،
وأيضا ورصدنا الموكب أثناء رجوع البيت، كان عبارة عن موتوسيكل وثلاث عربيات. وفي يوم 28 فجر 28/6 نزلت العبوة أنا ومحمود الأحمدي اسمه الحركي المحمدي، نزلنا العبوة حطيتها في شنطة العربية الإسبرانزا وطلعت بالعربية سوقتها، وخليت محمود الأحمدي يجي ورايا مواصلات، وركنت العربية في مكان كان قريب من سكن النائب العام، ومحمود الأحمدي ركب العربية فعل العبوة وجي واحد من أفراد الرصد أخذ العربية وركنها في ملف كان بيعدي منه موكب النائب العام، وكان جاينا تكليف إن إحنا في اليوم ده هننفذ، ولكن التنفيذ اتلغى لأن الموكب يومها غير خط سيره. يحيى موسى بلغنا إن إحنا ننزل ننفذ تاني يوم اللي هو يوم 29. نزلت يوم 29 الصبح حوالي الساعة 8:30 منطقة التنفيذ عند بيت النائب العام. قابلت أبو القاسم هناك، كنت واقف في الشارع جانبي، أبو القاسم كان المفروض هو اللي هيصور، كنت واقف على بعد حوالي 25 لـ30 متر من العربية اللي فيها العبوة المتفجرة. بعد شوية الرصد بلغني إن موكب النائب العام بدأ يتحرك أو يتحرك في اتجاهكم. لما بدأ يتحرك ووصل لعربية التنفيذ، عربية الفن العبوة المتفجرة، كان معايا جهاز ريموت بتاع جهاز الإنذار بتاع الدايرة، ضغطت أنا على جهاز الإنذار أو الريموت فحصل تفجير كبير، اتنترت أنا وأبو القاسم من الموجة. أول ما اتحرك الموكب أنا كان معايا كاميرا فيديو صورت بيها لحظة الانفجار، ومحمود الأحمدي كان داس على زرار التفجير، كان عبارة عن تفجير عن بعد بريموت. وبعد ما الانفجار تم هربت انا ومحمود الاحمدي في عربيه هاتشباك حمراء وطلعنا بيها من المكان. واحنا في العربيه يحيى موسى بعت لي رساله على برنامج اللاين على التليفون، قال لي ايه الاخبار، قلت له تم التنفيذ. بعدها باسبوع كلمني ابو عمر ضابط المخابرات بتاع حماس، بارك لي على حادث النائب العام، وقال لي شدوا حيلكم انتوا لسه في البدايه والمشوار طويل. بارك له على ان هو موت لنا النائب العام، عشان كده اعدمناه، يعني مفيش عدل اكتر من كده، هم بيباركوا عشان حرمونا من نائب عام مصر. فيعني الوضع الطبيعي بعد 4 سنين وبعد محاكمات حكمنا عليهم بالاعدام، والعالم بقى بيهيص ويهيج والاخوان ولا حاجه، وضميرنا مرتاح تماما، وبالعكس نحن من ظلمنا. النهارده ابنه مستشار هشام بركات طلعت في فيديو للمجتمع المصري كله، سمعها العالم كله، وهي تؤكد عقيدة راسخة لديها أنها راضية تماما بما تم، وأن هذا هو القصاص، وأن صفحتها اتسرقت، واللي حصل ده تم إدانته أيضا من نادي القضاء المصري. خلينا نشوف مع حضراتكم قضية مروة هشام بركات بنت الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات. عايزة أطمنكم عليا وأقول لكم من خلال الفيديو دوت إن أنا اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبي وقع اختراق صفحتي على التواصل الاجتماعي. عايزه اقول لكم واطمنكم ان الجهات المعنيه حاليا في ملاحقه لمرتكب الواقعه ليتم محاسبتهم امام جهات التحقيق والقضاء. وعايزه اقول لكم كمان ان كل اللي بيتنشر على صفحتي هو عالي تماما من الصحه، بما فيهم البطاقه الشخصيه اللي هم نشروها على صفحتي ملهاش اي علاقه تماما بيا. عايزه اقول لكم كمان رساله مهمه جدا، يا ريت تتحروا الدقه في نشر اي بوست بيتم تدوينه على الصفحة الشخصية الخاصة بي، علشان هو ما بيدرش ببنت الشهيد، هو بيدر بصورة بلدنا في الخارج، بصورة قضاء والتشكك في القضاء في الخارج. فأرجوكم ياريت نتحرى الدقة، ما نساعدش الإرهاب، ياريت نقف ضده، لأن البلد دي اتروت بدم شهدائنا، دم أبويا. شكرا جدا ليكم، أنا كويسة جدا واقفة، ومفيش أي حاجة ممكن تهز بنت الشهيد. زي ما بنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل المتعلقة بقضية من أهم القضايا واللي هزت الرأي العام، وكان اغتيال الشهيد الراحل طبعا هشام بركات يعني شيء أوجع قلوب المصريين جميعا. والنهاردة حكم المحكمة وقضاء هذا الحكم بإعدام المسؤولين عن اغتيال الشهيد هشام بركات، من قتل يقتل، أسلق صدور الجميع، أسلق صدور المصريين زي ما خالد بيقول. بعد 4 سنوات طبعا، حتى فترة التقاضي وإطالة أمد التقاضي كان
مطلب انه يعني يتم القصاص بشكل سريع، لكن لضمان ان تكون كل ضمانات التقاضي واستنفاذ كل درجات التقاضي، ده حق من الحقوق اللي القضاء المصري وقانوننا بيكفله للمتهم. جاء حكم المحكمة وجاء التنفيذ اليوم، وعلى الرغم زي ما كنا بنحاول وبنتكلم مع حضراتكم محاولات الإخوان دايما في التشكيك في أي شيء في أي مجال، إذا كنا بنتكلم في حكم المحكمة النهاردة وفي التنفيذ في كل يعني في أي ملف بنتعامل معاه بنسمع محاولات الإخوان المسلمين لبلبلة وإثارة الرأي العام، وسمعنا طبعا الرد القاطع من قبل طبعا القاضية مروة بركات، وليها كل التحية، ولكل قضاة مصر الشرفاء كل التحية والتقدير بكل تأكيد. أفكر حضراتكم بس كده بعمر الديب، عمر الديب، عمر الديب اللي وقتها أول ما الاسم ده طلع يعني صدعونا الحقيقة، انه تم اختفائه قسريا وخطفه، لا ده اتقتل، لا ده هو فين، وتم تصعيد الموضوع للمنظمات المشبوهه لحقوق الانسان، وكانت قصه طويله جدا جدا ان احنا نحاول نقول انه والله الرجل ده مش عندنا ولا في السجون ولا نعرف عنه حاجه، لغايه لما جه الرد منه هو شخصيا. عمر الديب اللي ودي التويته او الكلام بتاعه عن عمر الديب انه موجود في داعش، وكان طلع في فيديو يعني خلاص يعني هو راجل بقى داعشي، وطلع الفيديو بشكل كبير وتم تداوله، وبعد كده من ضمن طبعا العمليات المهمة اللي بتقوم بها قواتنا المسلحة تم طبعا تصفيته والقضاء عليه ضمن الإرهابيين اللي بيحاولوا دايما ان هم يزعزعوا امن واستقرار بلدنا. احنا بنقول لكم بس مثل، احنا مش في يعني موقف ندافع فيه عن نفسنا، لكن لتوضيح الأمور علشان لما حد بيتكلم فيبقى الرد موجود ورد قاطع بالأدلة وبالبراهين. معالي المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، برحب بحضرتك معنا. معالي المستشار، برحب بحضرتك يا استاذة لبنى وبرحب بالاستاذ خالد. اهلا بيك معالي المستشار. اهلا وسهلا. اهلا بيك فندم. اهلا وسهلا بسيادتك. معالي المستشار، موقف قضاة مصر، موقف نادي قضاة مصر والبيان اللي تم إصداره، تم يعني بيان نقدر نقول إن هو بيان قاطع وفند يعني كل هذه المزاعم والأكاذيب، لو حضرتك تدينا يعني فكرة عن اللي حصل في طبعا هذه القضية وصولا لتنفيذ الحكم النهاردة ومحاولة التشكيك فيه، وهكاء رد نادي القضاة علشان يعني يقفل هذا الموضوع. اللي حصل واللي بيحصل دايما وهو استمرار لمسلسل سيء الحلقات، هجمات شرسه بيتعرض لها القضاء والقضاء في الاونه الاخيره من الجماعات الارهابيه، استهدفت احكامه تاره وشؤونه تاره اخرى، واستهدفت القضاء نفسهم بالقتل والتهديد في محاوله يائسه لاثاره البلبله في الراي العام بداخل مصر وخارجها بشان قضيه اغتيال النائب العام المرحوم هشام بركات. التشكيك في الحكم طبعا المطلوب الآن هو التشكيك في هذا الحكم الصادر ضد القتلة. قام للأسف بعض الأعوان باختراق الحساب الشخصي لابنة الشهيد القضية مروة بركات على الفيسبوك ونشر أكاذيب منسوبة لسيادتها. فوجئنا أمس وإحنا موجودين بالليل إن في بوست غريب جدا موجود على صفحتها الشخصية. ففورا تواصلنا معاها وقلنا لها إيه البوست ده؟ طبعا أنا مش عارف أدخل الحساب والحساب اتسرق وانا مش قادر ادخل على الصفحه، وان هي قامت باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضد مرتكبي سرقه الحساب الشخصي. طبعا زي ما حضرتك تكرمت وعرضت الفيديو الخاص بيها بيؤكد نادي قضاة مصر ان ما تم تداوله في هذا الشأن هو عاري تماما من الصح، ومقصود به اثاره الفتنه في وقع هزت ربوع مصر كلها والجميع يعلم به، صدر فيها حكم القضاء النهائي البات، وهو الحكم الذي لا يجوز باي حال من الاحوال الخوض فيه. القوانين يا استاذ لبنى واستاذ خالد طبعا يعلم ذلك يقينا، القوانين والتقاليد القضائيه التليده والاعراف العلميه الراسخه تحظر التعليق على الاحكام القضائيه والمساس بها. نعم يا فندم، نعم. طيب اتفضل يا فندم كمل حضرتك. المشكله اللي احنا واعيين فيها فعلا ان القاضي دوما هو الغائب في معادله العداله، في ظل حق كل الاطراف بالظهور وابداء ما يعني لهم وعرض وجهه نظر وظهور في برامج واستخدام بشكل رهيب جدا. للأسف القضاء صمت، متمسكون بقيم وتقاليد قضايا عظيمة يعون دقة الظرف، قضاة مصر الأجلاء يعون دقة الظرف ويقدرون حجم المسؤولية ويتفهمون ويستوعبون
كل ما يجري في مصر بمنتهى الحكمة والتعقل، إلا أنه أمام هذه الحملة الممنهجة يجب أن نطالب وبمنتهى الحزم وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء توعية الرأي العام ونشر الحقائق. مش معقول القضاء هيقوموا يشرحوا أصدروا الحكم ليه وعملوه كده ليه وأسباب ذلك إيه، مش ممكن. يجب عليكم أن تقوموا بدوركم في هذا الأمر بنشر الحقائق الكاملة حتى لا يستغل المتربصون بمصر وبالقضاء تدنيس محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة بقولة في غير موضعها أريد بها النيل من قضاء مصر وقضاته، افتراءات واهية، روايات ملفقة، لا يوجد أي دليل إلا زعزعة الثقة في القضاء المصري. الإعلام يقوم بالدور ده بالتأكيد بمساعدة ومعاونة حضراتكم بتوافر المعلومة. عرضنا من شوية اعترافات المتهمين، يعني التذكرة بتنفع المؤمنين، يعني نحن برضو نسترجع هذه المشاهد نشوف المتهمين قالوا إيه، رد المستشارة مروة وبيان حضراتكم. لكن هل هذه الهجمة من وجهة نظر حضرتك يعني هتختفي؟ ايه المطلوب لمقاومتها والتعامل معاها بشكل سريع وبشكل فعال على الارض؟ النيل من مرتكزات الدوله امر واضح وظاهر للجميع. نحن الان امام حمله ممنهجه لهدم هذه الدوله المصريه. الدوله قادمه وتسير الى الامام، وللاسف اعضاء الوطن لا يريدون ذلك، لا يريدون ذلك باي طريقه. حضرتك لو ترصدي كم الإشاعات والمهاترات اللي بتحصل على كل الأصعدة، كم الضغوط اللي بتمارس على الحكومة، كم الضغوط اللي بتمارس على القضاء، كم الضغوط اللي بتمارس على الداخلية واللي بنشوفه والمعاناة، كم الضغوط اللي بتمارس على الجيش. الدولة مستهدفة بشكل واضح. ولكن أنا حتى يكون لكل مقام مقال، أنا على المستوى الشخصي ونادي قضاة مصر يهيب بالشعب المصري الذي نحن جزء من نسيجه القوي المتماسك والذي تصدر أحكام القضاء باسمه، أن يظل على عهده واثقا في أن قضاة مصر حصن العدالة وملاذ كل مظلوم وقبلة كل مستجير. نتمنى أن يفطن هذا الشعب الأبي الكريم بما يحاك بالوطن من مؤامرات كريهة ودعوات خبيثة لزعزعة أمنه واستقراره. احنا نتمنى أيوة يا فندم، نتمنى فعلا أن يعي ويلفظ تلك المحاولات اليائسة التي بكل قناعة يعني عنده يقين أن قضاة مصر مؤتمنون وأمانتهم رسالة لن يجزيهم عن حسن أدائها إلا الحزيز جل وعلا. معالي المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأعتقد أن الشعب المصري أصبح على قدر كبير من الوعي والفهم لكل هذه المحاولات وفهم الأكاذيب المستمرة من تجاه هذه الجماعة، وربنا ينصرنا أهل الحق إن شاء الله. في نفس اتجاهنا وفي نفس حربنا القوات المسلحة النهاردة، أعلن المتحدث العسكري في بيان له أنه استمرارا للجهود التي تتخذها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، قامت قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء باستهداف بعض البؤر نتج عنها الآتي: اكتشاف وتدمير عدد 7 أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء والمراقبة، القضاء على عدد 8 فرد إرهابي شديد الخطورة، تدمير عدد 2 عربة مفخخة تم تجهيزها لاستهداف القوات. وتواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها للقيام بكل ما يلزم في هذا الشأن. خلونا نشوف الفيديو اللي أذاعه المتحدث العسكري ونرجع مع حضراتكم. استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناء على معلومات استخباراتية لرصد وتتبع باقي العناصر الإرهابية التي اشتركت في العملية الأخيرة، قامت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء باستهدافهم، وأسفرت النتائج عن الآتي: اكتشاف وتدمير 7 أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات الإرهابية، وبداخلهم كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة خاصة العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. القضاء على 8 أفراد إرهابيين شديدي الخطورة، تدمير 2 مفخختين تم تجهيزهما لاستهداف القوات.
هذا وتواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية. النهاردة كان الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبدأ الاجتماع بالوقوف دي أحداث طبعا على أرواح شهداء الوطن وشهداء الحادث الإرهابي في الدرب الأحمر وفي العريش. رئيس الوزراء أكد أن الدولة حريصة أنها تستمر في معركة الوطن الشريفة والمقدسة ضد الإرهاب، وقال أن الدولة المصرية قدرت من خلال أزراعها في القوات المسلحة والشرطة من تحقيق نجاحات كبيرة ساعدت في الحد من العمليات الإرهابية، وشدد على أنه المواجهات مستمرة حتى تحقيق النصر الشامل بإذن الله تعالى جنبا إلى جنب مع استمرار جهود التنمية. كمان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية النهاردة، وطبعا دي لفتة إنسانية ولفتة مهمة جدا والتواصل إنساني، وإنك يعني نقول إن دي الصور طبعا اللي بنتابعها قدامكم على الشاشة. إحنا بنقدر طبعا دور رجال الشرطة، بنقدر تضحياتهم، بنقدر إن هم زي ما قال وزير الداخلية النهاردة دول ضربوا مثل في التفاني والإخلاص في أداء الواجب، وبيأكد على عقيدة رجال الشرطة ورسالتهم إن هم بيضحوا بنفسهم في سبيل بلدهم وفي سبيل حماية المواطنين، وإن الزيارة دي جاية تقدير طبعا لهذا الدور، وإن وزارة الداخلية بالتأكيد يعني بتقدر وقفة مع أولادها.